الاستاذ هو ديما الحقيقه يسخف عليه وديما يعطيه هو فهمته وديما يقول له يطلبوا كل شيء نهارتها يقول ما عطاهوش ولا ما عندوش ولا صفار عليه شنو اللي عنده ولا حصيل. هو جا مروح وهو عمل هكايا تناوشويه جا مروح تناوشويه عمل هكايا. هو عثمان طلبني قال لي يوم انا طلبته قلت له عثمان وينك؟ قال لي يومي هاني مروح سخني العشاء هاني جاي. حاصل بقيت نحكي انا وياه في التليفون قال لي يومي شبيك قصيت عليه؟ قلت له ما قصيتش عليك هاني نحكي انا وياك. بعد المشوار قال لي يومي لا علقي عندي مكالمه نرجع لك. خذاه هو التليفون يتكلم هكاك بالمكالمه يكلم في صاحبه وهو ما ادري انا كي يجي يغدروا من تالي بالسكينه. نهار توفى عثمان يا رحمه انا اللي سمعت الاولى انا قاعد عندي عطريه على الكيس نسمي البلاصه اللي تضرب فيها قريبه لداري قريبه في الزنقه وانا داري على الكيس. انا قاعد هاك نفرش التلفزه وتعرف نسمع في العيطه هي هذيك العيطه نتاعو هو الصيح فهمتي اخي. قمت قلت يا ربي شكون زعما هذي عركه؟ كي خرجت نلقى ولد جارتي قلت له عايش ولدي طل طل ايش ثم في الرمبوا بالضبط. قلت له طل اخي طل شيء يجري. قال لي اسمي خدش الليرة وعثمان رم ضربوه. انا مشيت نجري 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 وقت تخلت غاديك للنهج لقيت فل ممدود والدم هبط للكيس هاك الساعة صاي ما عادش فيه الطفل. شديته من المروش فيه المروش فيه ما خلته خوه ما خلته كل اللي هو صاي ما عادش فيه ريت الدم ما ثماش بلاصه مش شايفاه يعملها الدم معناها ززر وفحش عليه يضربوا في اول النهج يضربوا ويغدروا من تالي. هو يجي جايني لي انا باش يقول لي يجيني لداري انا وهو طاح يخلط عليه يزيد القديه يضربوا بسكينه سيف بيضه قد واحده يضربوا من هنا على كرونتو يزيد يضربوا من هنا على كرونتو معناها حلوا راسه لان الطفل ما عادش فيه فرغ من الدم. الناس جاي الحاكم سايبوه ما تمسوش وما تمسوش ما حب يهزوا حتى حد. وهو سيادته بعد ما ضربه مشى يروح للدار حتى العشاء وقعد يتعشى. الحاكم قلنا له كيفاش نحن تويك هكا الطفل يلزمنا نهزوه مش نوقضوه نحن قعدنا هابلين عليه. ما عليه جاي ولديان هزوه وهادي اخته هزوه تعرفي وقتها هزين شد لي مسكين يا رحمه ان شدته يا عثمان شكون ضربك؟ والاولاد قالوا لي راه ضاين من الناس. قال لك راسلي على يدي ترخف صاي ميت هو ميت في الحوض في النهج ثم هذوما هازين راسه يتكركر هكاك هزوه في الطاكسي ومشى وصلوا به غادي دخلوه للواحد قال لهم بعد دقيقه راهو متوفي. كيفاه تو قلت لهم الحاكم لا جيت عملنا تليفون لك الحمايه ما جتش لك الامبيلونس ما جتش معناها حاله يرثى لها. وحتى الحاكم جاي وقاعد يتفرج ابعدوا عليه ابعدوا. قلت له شنو ابعدوا عليه؟ قلت له الطفل الفايع في الدم الدم وصل للكيس وانت شنو ابعدوا شنو نبعدوا ايش تنهزوا لارواحنا نحن؟ وهذاك الطفل هذاك واحد مجرم ضرب طفل صغير المره الاولى ومشوشكوا به للمركز وسايبوه زادت من بعد عاود ضرب طفل اخر وزادوا سايبوه يدور بالسكينه قد نهكره يدور بها والله العظيم مش وقديش من واحدة يشدها يفك لها الفلوس بالسيف بالسكين مسيب هو في ايطاليا عامل الاعمال المهم هبطوه سكبريس هبطوه فهمتي هذا واحد قد البونيا عمل الواحد لا يكلمه يعطي فيه انا بيدي جيني للحانوت نعطي فيه بليش والله نقول نحريه كيك نقول ما عندوش وهو يشيله في الكاسكروتيت ويعطي فيه ديما معرض له ديما عابده فهمتي نهار اللي ما عطاهش من العشية حاضر له السكينة ما ظهر ثم حديد بحدينا غاديك في النجف بحدها دارهم هم المجرم هذايا مضى سكينة والعباد ريته ومن العشية محضر له هو مروح والزنقة ما يدليم شوي وهو شد ها نقول لك الصحيح هذايا هو الصحيح الكل الحكاية اللي يحكوا فيها الأخرى كلها كذب شد كمل عليه كمل معناها قدام العبيد ما تيبت يكون شفتيه بنيتي وما تدوخي تموت انا لتو ما اثرفي انا وقسمت بالله لتو ما اثرفي ما عندوش كان نقول لك عنده مشاكل ولا حاجه ما عندوش ودي مشاكل الشرب ولا الحكايه هذه ما ماش والله يا واحد فنتني ولا ناس والله بعد ما صليت العشاء جاتني فنتني ولا الكلمه قالوا لي لو ولدك بنتي لامه مش حتى انا كملت العشاء وطلعت والله قعدت بالبنك غاديك
وجاني الاخبار قالوا لي راه فتني ولدك ضربوه. خرجت امه تجري والله يضحك في الثنين ضربوه. قلت انا ما حاجه مش ضربه لازم نشوف ضربه مشاكل وكذا. لكن عرضتني مرأة قالت لي ولدك راه مات. اه شو نقول لك؟ والله تحت ولدك ميت. كي مشيت والله ليش ملت على جميع نلقاها نائب خلطوا هما هزوه فهمتني. هزوه خلط للسبيطار نلقاها زربه انت. حكي لي فيها فهمتني شو نقول لك؟ القاتله مشنعه. انا القاتله مشنعه. حبي يقول الضغر ضربه طاح وزيد يرجع له يزيد يرجع له من هنا لهنا. فهمتني؟ زاد وبعدها شد وراسه هك كل كدلع هك 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 انا شو ادري مش نقول لك فهمتني ولا هيك هو استنطر ربي فهمتني ولا مش نقول لك يجي فهمتني ولا يعمل لي يحكم عليه طلطال. انا طالب من فهمتني ولا من الحاكم من قرص صعيد فهمتني ولا العدل مانيش انا العدل فهمتني ولا خاطر علاش انا ولدي تظلم فهمتني ولا مش لو كان ضرب ولا عرض ولا سكران والله مرحبا معي والناس تتفرج مش لا والله على مرض الله فهمتني ولا وفي الاخر يحكم عليه فهمتني طولته تمام يعمل العدل ليش مخلوق يا ربي قال ثم عدل ربي موجود قال العدل وانت تجي فهمتني ولا واحد قاتل وما فهمتني ولا وتجي تقول طولته ما تجيش لا شو نقول لك لكن جماعته وحكاية وفتني ولا وعلى مرض الله والله يرحمه فتني ولا بنيتي أما نطلب من العدالة فتني أنا العدالة بلاصة عثمين هو كان مش بحثانا بلاصة عثمين كبيرة برش بلاصة عثمين كبيرة برش ولا بلاصة كبيرة برش أنا ترميت فوق منه وهو مشاديني ويدزوا فيا وما تمسيش وبصمات وما تشديش وما تمسيهوش وكل شيء وأنا فوق منه نعيط ونصيح في موتة يعني مش مازال قال غير سخون كهو جاء أخوه وجاء ولد عمه واخته جاء ولد عمه جاب التاكسي ركبناه في التاكسي هزيناه للشار نيكول وقت لي هزيناه للشار نيكول خذاوه من عنا وخرجونا البر وسكروا الباب خلط باباه وقت اللي خلط باباه تمشى طلع عليه قال له الطبيب قال له ولدي البركه فيك راه مات هكا هو وهو السيد رجع للدارو طيب في القهوه وقاعد يتعشى وحاسب روحه مشو لهنا اي ما كي طلع له لمن قال له اخي انت نسيت روحك شنو عملت هبطوا هو هزوه هو عثمان بشافه منطق هدوى هكا هو فين انت يعني